يعني انت اخترتي عيلتك يا مهيك صح؟ ما بعرف شو اللي صار لي، وقت فكرت انك بتهتمي فيني وبعيلتي بس للأسف طلع مو هيك، تغيرتي. شوريا بترجاك مو مشكلة مهيك، كتير عادي. يلا روحي روحي جربي تفوزي مع عائلتك. يلا أنا ما عاد رح أعتمد عليكي أبداً، رح أشتغل إنك ما تفوزي بالمسابقة. لأنه أنا شوريا كنا، بوعدك بهذا الشيء. حضري حالك منيح يا مهيك شارما، لأني ما رح أرحمك أنت وموهيت وحتى عيلتك معكن. أنا رح أثبت لك إنه ما بتنجحي بدوني. تذكري منيح أنا مين بكون، أنا الشخص الناجح على طول. شو؟ معي حق؟ يلا جاوبيني. ألو؟ إيه موهيت؟ بدي شي 20 دقيقة وبطلع. ماشي، أختي، أنت أكيد جبتي لي نسخة من طلب الاشتراك صح؟ مو معقول نسيت، ليك رح ساوي هلا دقيقتين بس. انت شو عم تعملي؟ انا بدي اخذ نسخة من طلب الاشتراك. حلو كتير مهيك، انتي بدك تنافسيني. طيب كيف بتستعيري جهازي؟ انا في عندي اقتراح لك، روحي اسحبي قرض على شاحنة الاكل، او روحي قولي لاخوكي يهديكي واحد على حسابه هو. شو قلتي؟ ألو مهيك، قولي لزوجك المحترم إنه أنا رح جيب له جهاز هدية، بس طبعاً بعد ما أهزمه بهالمسابقة. تعالي وأنا بعطيكي نسخة. موهيت ما تاكل هم، أنا قدرت أخذ نسخة قبل ما يجي شوريا وياخده. ما بطول. ماشي أختي، لكن بشوفك هنيك. موفقة مهيك شارما، أنا بتوقع أنه هالمرة ما رح تنجحي أبداً. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.